كيف هي أصداء قمة طهران في الشمال السوري، وما يشاع عن نية تركيا شن هجوم عسكري وشيك؟ طبعا اليوم هو 19 تموز، اليوم هو الذكرى العاشرة لبدء ثورة شمال وشرق سوريا، ثورة الإدارة الذاتية هنا في المنطقة. لذلك اليوم جميع مناطق شمال وشرق سوريا تحتفل بهذه المناسبة بالتزامن مع استمرار انتشار الجيش السوري بكامل العتاد والأسلحة الثقيلة. يعني منذ البارحة هناك انتشار بشكل مكثف للجيش السوري برعاية روسية، وبالتحديد في مدينة بنبج وكوباني وعين عيسى. يعني الجيش عزز من تواجده في تلك المناطق، وأيضا كان قد انتشر مسبقا في كامل الشريط الحدودي السوري بدءا من مدينة المالكية على الحدود العراقية السورية مرورا بجميع المدن. والآن تم نشر الجيش السوري بالأسلحة الثقيلة في تل رفعت وأيضا منبج وكوباني وعين عيسى. طبعا منطقة تل رفعت هي منطقة يتواجد فيها القوات الإيرانية ويتواجد فيها القواعد العسكرية للقوات الروسية، وأيضا هناك العشرات من نقاط الجيش السوري. طبعا هناك خوف وهناك ترقب من الشعب السوري ماذا ستكون نتائج هذه القمة، ولا سيما بأن الرئيس التركي أردوغان يحاول الوصول إلى النقطة والحصول إلى ورقة إضافية لبدء هذه العملية العسكرية الجديدة هنا في هذه المنطقة. طبعا فعليا إذا شن الجيش التركي هذه العملية وبدأت بالهجوم، فإن التصادم العسكري سيكون مع الجيش السوري الذي انتشر على كامل الشريط الحدودي السوري التركي. طبعا أيضا هناك تفاؤل من جراء انتشار الجيش السوري، ولا سيما وصول قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري إلى تفاهمات عسكرية خلال الأيام الماضية، والتي اقتضت بنشر الجيش السوري على كامل الشريط الحدودي السوري التركي، وهذه المرة بالأسلحة الثقيلة ولا سيما المدرعات وأيضا المدافع كما رأينا. يعني الآن المنطقة في انتظار ما ستؤول إليه هذه القمة في حال حصل الرئيس التركي أردوغان على الموافقة في أن الشعب سيكون أمام كارثة جديدة، ولا سيما النزوح من هذه المناطق. وإن كان الجيش السوري انتشر في هذه المناطق، فإن الشعب سيكون هو الخاسر جراء هذه العملية مجددا، كما نرى في تلك المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي والفصائل المسلحة، خاصة رأس العين وطل أبيض وعفرين وغيرها من المناطق. هذه المناطق التي تتعرض الآن إلى التغيير الديمغرافي، ولا سيما بعد أن أجبر الأهالي من هذه المناطق النزوح من ديارهم.